بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الداخلي هو ذاك الشعور بالسكينة والأمان، لطالما بحث عنه الإنسان ولم يجد إلا قلة سبيله إليه. تريد أنت أيضا السلام الداخلي، تريد النجاح، تريد الشعور بالطمأنينة أينما كنت وكيفما كنت. الطريق سهل والدستور موجود لكل زمان ومكان ولكل إنسان. دعنا في رمضان نعيش كل يوم أحد طرق النجاح وكيف نملأ الخزينة بالطاقة الإيجابية. انتعش معنا كل يوم واروي ظمأك من أجمل دستور في الحياة، ودع شمس الحبيب تشرق في صدرك كلما سرت على خطاه. أهلا بكم معنا في شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم إخوتي في حلقة جديدة من سلسلة شمس الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن القصة اليوم أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنهم فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر. هو شك في ذلك، إن الأبرص والأقرع قال أحدهم الإبل وقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشرة أي حامل، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهزك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك، فإنما أبتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. طبعا فوائد كبيرة وعظيمة من القصة أذكر منها ثلاث. أولا، الشعور بالامتنان والشكر للخالق شعور يجعلك إيجابي دوما. وطبعا كلما كنا في قوة الامتنان والشكر كلما نحن نجذب إلينا الأشياء الجميلة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة إبراهيم آية 7: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم.
فأجمل الأجوبة الحمد لله دائما وأبدا وفي كل الأحوال. النقطة الثانية قوة العطاء، فقوة العطاء أيضا قوة جميلة تجعلنا نقدر أنفسنا لأننا نشعر بقيمتنا أكثر، وذلك بمساعدتنا للآخرين. فإدراكك أنك إنسان مفيد من الأشياء القوية التي تعزز الثقة وتقدير الذات. أيضا أن تعطي بطيب الخاطر وتبارك فيما أعطيت، فطبعا هذا يبرهن وتجعلك دائما في قوة الحب وقوة العطاء، وكلما كنت في هذان القوتان كلما كنت في يعني مرحلة تجعلك تجذب إليك وباستمرار الأشياء الإيجابية. آخر نقطة نكران نعم الله والجحود يأتي طبعا بعواقب وخيمة، وهي زوال النعمة كما وقع للأبرص والأقرع، فجعل الله وإياكم من الشاكرين الحامدين. ونهاية هذه الحلقة نطلب الله طبعا أن يهدينا لما فيه الخير، ولا ننسى جملتنا المعتادة لندع شمس الحبيب تشرق في صدورنا. موعدنا غدا إن شاء الله.